الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم جميعا بنوك وصرافين، أهلا بكم في كوادر البنك المركزي، البنك الأهلي، أهلا بكم قيادات الدولة. طبعا احنا على يميني الأخ عبد العزيز الزباري نائب رئيس الوزراء، وبعض الوزراء موجودين معنا في القاعة. نحن على مدى 4 أيام نكاد نكون نجتمع يوميا فيما يتعلق بحالة الاضطراب التي بدأنا نلحظها في سعر الريال صعودا، وهو الأمر الذي أدى إلى حالة من القلق في السوق، وحالة من القلق لدى المواطن، وربما حالة من القلق أكثر لدى الموظف الذي يعرف أن راتبه ينقص ليليا أمامه ولا يستطيع أن يعمل شيء إزاء هذه الحالة. لهذا نحن أجرينا جملة لقاءات مع البنك المركزي ومع البنك الأهلي، وبصراحة لدينا ما يمكن أن يقال بأنه تشخيص للحالة. فعلى مدى هذه الأيام كنا نبحث في هذه الظاهرة. طبعا هي الظاهرة ليست ذاتية، يعني ليست فقط يعني نتيجة للأخطاء، هي أيضا موضوعية. بلد انهار مؤسسات الدولة فيها، البنك المركزي نقل من مكان إلى آخر. ولما نقول البنك المركزي نقل، يعتقد البعض أننا نقلنا من الأموال ما يكفي معنا من صنعاء إلى عدن. نحن لم نقم إلا بنقل عمليات البنك المركزي وتأسيس ما يشبه البنك المركزي الجديد في العاصمة المؤقتة عدن. أما في واقع الأمر فأن احتياطيات البلد من النقد الأجنبي والنقد المحلي ظلت بيد الإنقلابيين في صنعاء، واستخدموها إما للمجهود الحربي أو لا زالوا يستخدمونها في أعمال أخرى. يعني النتيجة الطبيعية لهذا الوضع هو أننا سنبدأ بعض الصعوبات الموضوعية. سنحتاج أن نكون لأنفسنا نظاما جديدا، وهذا ما نفعله الآن في البنك المركزي، احتياطي جديد، وهذا أيضا ما نفعله، تباع العملة لكي يكون لدينا سيولة نقدية كافية للسوق ولصرف المرتبات، وايضا احتياطي من السوق من العملات المحليه. وحتى الان نحن نعتقد اننا نتجاوز المشكلات الاولى التي بدنا. يمكن لو لاحظتوا في البدايه نحن جينا ما فيش مرتبات، الكهرباء كانت مطفيه، المياه كانت شبه مقطوعه، وكان عندنا جمله صعوبات، مرتبات من 5 أشهر و6 أشهر والجنود 9 أشهر، يعني كانوا على الان نحن في حاله افضل، يعني على الاقل انا اتكلم عن المناطق المحرره. احنا حاولنا حتى نساعد في المناطق غير المحرره، لكن المناطق المحرره لا يوجد عندنا اشكاليه في القطاع المدني. تقريبا معظم المحافظات تستلم مرتباتها، ونحن الان قبل فتره ضمينا الجوف الى المحافظات التي تنتظم تصرف مرتباتها، والان تعز ايضا سوف تنضم للمحافظات المستقره التي تستلم مرتباتها بانتظام. ولم يعد لدينا مشكلة في السيولة النقدية. يمكن أول اضطرينا نبيع الدولار مشان نحصل على سيولة محلية، بعنا الدولار من احتياط البنك المركزي، يعني بعنا حوالي 22 مليون دولار تقريبا لكي نحصل على سيولة محلية ندفع بها مرتبات الموظفين. اليوم إذا قارنا هذه الحالة بما نحن عليه، عندنا ما يكفي من الأوراق النقدية والسيولة المحلية، ونحاول بقدر الإمكان أن نغطي مشترياتنا من المشتقات النفطية واحتياط طلابنا في الخارج واحتياط السلك الدبلوماسي في الخارج أيضا، ونسدد بها أقساط الدين الخارج. كل هذه الآن نحن قادرين عليها، وإن شاء الله لن تكون لدينا إشكاليات كبيرة في هذا الشأن. بل وصل الأمر بنا إلى أننا كنا نشتري كل المشتقات النفطية بما في ذلك المشتقات النفطية للسوق المحلي، مع أنه كان ممكن السوق المحلية تشتري العملة الصعبة من السوق، تبيع بالريال اليمني ثم تشتري تدريجيا يوميا، لن يؤثر على السوق كثير، تشتري تدريجيا ما تحتاجه من العملات الصعبة من السوق، لكي أيضا تعود مرة ثانية وتشتري مشتقات نفطية لاحتياجات السوق. في مرحلة معينة نحن غطينا مشتريات الكهرباء كاملة في عدن وفي حضرموت. عندنا صعوبات شوي في حضرموت لا زالت قائمة، وعندنا صعوبات في عدن حتى يعني. لكنها إذا قرنت بالصعوبات التي كنا عليها قبل عام ونص، نحن في وضع مختلف الآن.
اشترينا المشتقات النفطية ولا زلنا نشتري المشتقات النفطية، وسنستمر نشتري المشتقات النفطية من إيراداتنا من مصادرنا الخاصة بنا، وهي مبيعاتنا من النفط التي تدر علينا عملة أجنبية، أو إيراداتنا من المواني والمنافذ البرية. المنافذ البرية تقريبا معظمها تدر علينا بعض المال. ما الذي حدث إذن بسبب تحرك؟ الحقيقة هناك جملة من كما نقرأ نحن جملة من المشكلات، لأن هذا الارتفاع جاء هكذا فجأة وخلال أيام. هذا معنى أنه في خلل، ربما الخلل عندنا وربما الخلل في مكان آخر. أنا أتصور الحالتين فيما بعض هي ترافقت في وقت واحد يعني. وفيما يتعلق بأي خلل في المؤسسات الحكومية، نحن اتخذنا قرار في الساعات الأولى بمعالجته. ما بإمكان نسمح لأي حد أيا كان أنه يعمل خلل. يعني ما بإمكاننا نقول لا البنك المركزي ولا البنك الأهلي ولا الحكومة حطوا 5 مليار مثلا في السوق. أكيد 5 مليار بتهز السوق، ما خلاص هذا لن يتكرر العام. سيكون هناك آلية مختلفة تماما وسلسة ومرنة وأثرها على السوق محدود. هذه ناحية. الناحية الثانية، حسب معلوماتنا حسب مصادرنا من المؤسسات البنكية المسؤولة عن البنوك التجارية والمسؤولة عن الصرافة، هناك أخطاء قانونية كبيرة ارتكبت خلال الأيام الماضية أو خلال الأشهر الماضية، لكن خلال الشهرين أو 3 أشهر الماضية في زيادة في ارتكاب هذه الأخطاء. الأخطاء لما ترتكب من عندنا أو من القطاع الخاص فيما يتعلق بالريال اليمني أثرها على المواطن مباشرة، أثرها على الإنسان اليمني، ونحن وأنتم جميعا مسؤولين عن هذه الحالة السيئة التي يمكن أن تنشأ نتيجة لتحرك أسعار الريال. لا يقول أحد لا والله هذه مسؤولية الحكومة، لا، هي مسؤولية الحكومة ومسؤولية كل المؤسسات ما في ذلك مؤسسات القطاع الخاص إذا أردنا أن نقول أننا شركاء، وإذا في حد طرف منا يريد فقط أن يستغل الظرف ويستفيد على حساب المواطن، أنا أقول لكم هو في المكان الخطأ وفي الموقع الخطأ ويسلك سلوك خطأ. ما بإمكان حد أن يفتح شركة صرافة في عدن ولا في أي مكان بدون ترخيص، ما فيش. نحن نبهناكم قبل 10 أيام، خاصة الأخوان اللي فتحوا شركات صرافة بدون ترخيص، نبهنا إلى أن هذا خطأ قانوني. هذه واحدة. يمكن البنوك ساهمت بشكل أو بآخر في هذا الأمر. بعض الفروع البنوك أعطت تسهيلات لفتح محلات صرافة جديدة. هي حالتين، يا أما أنهم شركاء في هذه المحلات الصرافة، يا أما أنهم مش مدركين خطورة أن يعطوا تسهيلات لمزيد من المضاربة في السوق بالعملة المحلية. وكلها في نهاية المطاف تعطي آثار سلبية على سعر الريال. وفي نهاية المطاف نحن جميعا حكومة وقطاع خاص وموظف كلنا نتضرر من هذا الإجراء. انخفض سعر الريال بصورة ملفتة للانتباه خلال الفترة الماضية، وتداركنا بعض الحالات بشراء المشتقات النفطية وصرف مستحقات الطلبة وتسديد أقساط الديون، تلافيناها. على الأقل حاولنا بقدر الإمكان أن نفعل هذا لكي يستقر سعر الريال، لكن عندما تكون الخلل من داخل تماما كالمرض في الجسد ما معك إلا تعالجه، كالجرح إذا ما عالجته برضو لا، أما يتحول إلى شيء ثاني لا سمح الله، أو أنه يقضي عليك بصورة أو أخرى يعني. نحن شركاء معكم، نحن شركاء مع البنوك التجارية، نحن شركاء مع القطاع الخاص الذي يلتزم القانون، فقط الذي يلتزم القانون. أما اللي ما يلتزم القانون فلسنا معه ولا يمكن أن يكون جزءا من هذا النظام. النظام الاقتصادي في البلد فيه قدر من الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، بين القطاع الحكومي والقطاع التجاري، بين جميع قطاعات البلد، ويجب أن يحترم هذا النظام. نحن قد تخلصنا من إجراءات الاشتراكية من زمان. أما الأخوان في المحافظات الشمالية أصلا ما كانوا ملتزمين لشيء، لكن حتى في المحافظات الجنوبية لم يعد هناك أي قوانين تحد من نشاط القطاع الخاص، لكن ونظر إلى القطاع الخاص وننظر نحن للقطاع الخاص الآن باعتباره شريك أساسي، شريك في السياسة حتى، مش فقط في التجارة والتنمية، لا، شريك حتى في السياسة، في صنع السياسة.
لهذا السبب أنا أقول هذه الإجراءات التي هذا الوضع الذي وصل إليه الريال اليمني لا بد له من معالجة. لا نريد طبعا، لسنا طموحين أن نعالج الأمور كلها دفعة واحدة وأن نصل إلى وضع مثالي، لكن طموحين أن يستقر سعر الريال في وضع معين. فإذا لم يستقر معناه أنه لابد من اتخاذ إجراءات، وإذا اتخذنا إجراءات فلن تكون غير إجراءات قانونية. لا أحد يستطيع أن يتخذ إجراءات غير قانونية، بل لن نسمح لأحد أن يتخذ إجراءات غير قانونية، وعليكم تساعدونا أن نتخذ إجراءات قانونية. البنوك والصرافين، من من البنوك حاضرين الآن؟ كيف أرفعوا أيديكم لو سمحتم؟ ممثلي بنوك تجارية كويس، والصرافين أرفعوا أيديكم، ما شاء الله عليكم، إن شاء الله خوفتوني. طيب من هو بيقول شياع أنا فتحت بدون ترخيص؟ كيف يرفع يده؟ طيب كويس، إذا نحن كلنا في إطار القانون، إذا نحن في إطار القانون. هذا فرقوا، هذا شيء ثاني كما التفريغ السياسي. يعني لما تخرب البلاد انتبهوا، شوفوا التفريغ السياسي أدى إلى خراب البلاد، والتفريغ الاقتصادي المقصود خارج إطار القانون برضو يؤدي إلى تخريب الجانب الاقتصادي والتجاري والمالي والتنموي في البلاد. التفريغ هو تخريب بشكل أو بآخر، فلا تفرغوا من خلف، لا تضروا بأنفسكم. أنت تريد أن تبحث عن 200 ولا 300 ألف دولار مثلا في الشهر إضافية، ولا حتى مليون دولار ولا مليونين دولار يعني، لكن آثارها ستكون سلبية عليكم جميعا. لهذا الشركات المحلات التجارة التي تم تفريغها سواء من جانب البنوك أو من جانب الصرافين هذه يجب أن تتوقف. بالتأكيد أنا أعرف أنه لديكم مشكلات، لكن المشكلة الأولى الآن في البلد هي الريال، سعر الريال، ثبات سعر الصرف، وبعد هذا نشوف أعمال أوضاع التنمية، أوضاع المشاريع. البعض منكم يعتقد بأنه ممكن أن تمشي الأمور في عدن مثلا، عاصمة مكة، تمشي الأمور بدون صعوبات كبيرة لأنها عاصمة. لكن أقول لكم هذه العاصمة حتى الآن تحاول أن تؤسس نفسها إلى عاصمة، حاول أن تستوعب أنها عاصمة. عدن أنا قلت قبل فترة، قبل سنة ونص، ووجهت الخطاب لأهل عدن ومؤسسات عدن وأبناء عدن وتجار عدن وشباب عدن ونساء عدن، هذه فرصة تاريخية لعدن لكي تنهض، هذه فرصة تاريخية لعدن لكي تمثل اليمن، هذه فرصة تاريخية لعدن لكي تقود اليمن نحو السلام، نحو الاستقرار، نحو النظام الجديد، نحو الاتحادية. فإذا استطاعت عدن أن تستوعب هذه المهام كلها فذلك شرف كبير لها، وإذا لم تتمكن، أو هناك من عطل هذه المشروع، أو هناك من عطل هذه المهمة، أو هناك من عطل هذه الوظيفة لعدن، وبالتالي عطلها علينا جميعا. في النتيجة عدن ستخسر، واليمن أيضا ستخسر كلها. سوف نستمر نحن من جانبنا، لكي لا تقلقون، سوف نستمر في شراء المشتقات النفطية خاصة للكهرباء ولبعض السوق بالعملة الصعبة. لدينا ما يكفي لهذا الشأن، فلا حاجة للقلق، للبحث عن الدولار في كل مكان وشرائه وتخزينه أو تحويله إلى مكان آخر. وأيضا عليكم أنتم أن تساعدونا، خاصة البنوك، أن تساعدونا بأن لا تسمحوا بفتح محلات صرافة غير قانونية، أن لا تشجعوا أعمال خارج القانون. قلنا للبنك المركزي طبقوا القانون، بس أخافنا أنه تطبيق القانون في الظروف المعقدة هذه يكون فيه بعض الضرر، ولا هو الواجب أن نطبق القانون الآن مش بكرة. عندي معلومات تقول أن بعض البنوك واحد أو اثنين يشتروا العملة الصعبة ويحولوها برا، هذا شيء طبيعي يخلق سعر جديد للريال. وأيضا اشتي أقول لكم أن الإجراءات التي يجب أن تتخذ عندنا هي أيضا مكملة الإجراءات حتى لو بيعملونها في صنعاء، نحن ما عندنا مانع. شيء بيحمي سعر الريال في صنعاء هو أيضا سيكون مكمل الإجراءات التي تتخذ في عدن. الريال أمر واحد مشترك بيننا وبين الناس كلهم في اليمن،
لكن احنا ما نتكلم، احيانا هم يضرون احنا، وانا لاحظت بعض اجراءات اتخذوها الهدف منها اضرار بالعمله بالشرعيه والاضرار بالعاصمه والاضرار بعدن وبقيه المناطق المحرره. هم هكذا ارادوها، ارادوا ان يحموا انفسهم شيء وارادوا ان يضرونا في حرب، كان لا زلنا في حاله حرب. بالنسبه لنا حمايه الريال هو حمايه المواطن اليمني في كل مكان، ولذلك اجراءاتنا وطنيه ويجب ان تكون على اساس وطني ويجب ان تكون قانونيه ايضا، لكنها اجراءات قانونيه. اظنكم فهمتوني جيدا، لا اريد ان اتكلم في التفاصيل، انا اطلب مساعدتكم في الساعات القادمه، اطلب انتظام التزام كامل بالقانون. في الساعات القادمه اريد ان يتوقف مضاربه بسعر الدولار. في الساعات القادمه كفوا عن التعامل مع الصرافين الذين لا يبرزون في تعاملاتهم معكم رخصة ممارسة المهنة. مش فقط تنتظروا بس الإجراءات الأمنية، حتى بالنسبة لكم بنوك بالذات ما التعامل مع صراف ليس لديه رخصة مزاولة المهنة. والبنك أو البنكين الذين قاموا بتحويل العملات خارج عدن، خارج نطاق المناطق المحررة، عليهم أن يكفوا. يكفي، ما بيسمحون المواطنين أن نمضي في هذه السياسة. قد يصبروا على الحكومة يوم يومين، لأن الحكومة مسؤولة، كلكم راعي وكلكم مسؤولين عن رعيته. ما بيسمحون المواطنين أن أحوالهم تدهور ويتفرجوا علينا وعليكم. هذا إذا كنا شركاء، إذا تعتبرون احنا شركاء في القرار السياسي والاقتصادي حيثوروا، وحينها ستكون إجراءات الحكومة قاسية على الكل، لأنها ستحمي المواطن في نهاية المطاف، عليها أن تحمي المواطن وتحمي الموظف البسيط الذي ليس لديه سوى دخله الذي اللي عنده 60 ألف ريال اليوم تقريبا 30 ألف ريال إذا قسناه قبل 3 سنين. يمكن النخبة هذه اللي موجودة في البنك المركزي ما ضرت كثير بشكل أو بآخر، أوضاعها لا بأس به، لكن لا تفكروا في أنفسكم، اخرجوا قليلا إلى السوق، إلى المؤسسات، إلى عند الناس، ستجدون الظروف مختلفة وصعبة بالنسبة لهم وقاسية. وفي نهاية المطاف، أكرر، نحن محتاجين إلى اتخاذ إجراءات. سأسمعكم، سأسمع أي شيء من جانبكم، وإذا هناك أخطاء عندنا نحن في البنك المركزي أو في أي بنك حكومي أيضا سأسمعها منكم. قولوا ما عندكم ودعونا نتناقش في كيفية نعالج المشكلات والصعوبات التي تواجهكم. وأيضا أنا أدعو الإخوة زي الأخ خالد عبد الواحد، الدكتور محمد عمر بنج، هذا الخبرات المشهودة لها في عدن، أنا أيضا أريدهم أن يساعدونا ما يلزم بما يرونه من مقترحات. لكن أنتم في نهاية المطاف البنك المركزي والبنوك الحكومية والبنوك التجارية، أنتم أمامنا معنيين عن استقرار سعر الصرف، أنتم دون غيركم. الشيء الثاني على الإخوان التجار أن يفكروا، هل بالضرورة كل السلع تستورد يعني؟ هل بالضرورة كل السلع في ظل الحرب أن تستورد كل السلع يعني؟ أنا ليس لدي جواب، ليس لدي جواب الآن، بس أعرف أن كثير من البلدان في أثناء الحرب حددت السلع فقط التي استورد. كل الدول اللي تعيش حالة حرب، ما تقعد تعيش حالة حرب وبعدين تكون الأمور مفتوحة، لا، البلدان اللي عندها اقتصاد قوي وإمكانيات هائلة وموازناتها بالمئات المليارات يمكن بعضها بالتريليونات، ها؟ والاحتياطات النقدية المحلية والأجنبية، كانها عندهم موارد، عندهم موارد صناعية، زراعية، سمكية، نفطية، معدنية، قادرين يكون عندهم فسحة في أن يسمحوا للتجارة تمشي كما تريد. نحن في ظل هذا الحرب السؤال هو مطروح، مش معناه أننا سنمنع بكرة، لكن السؤال مطروح، هل بالضرورة أن نستورد كل شيء؟ كل شيء نستورده؟ هو صحيح الحياة في هذه الحالة خاصة اللي عندهم قدرة على الشراء كويس، طيب اللي ما عندهم قدرة يعني، واللي يتأثرون بسعر الريال، هؤلاء ما لهم مصلحة في أن يكون هناك استيراد مفتوح لكل شيء، للصغيرة والكبيرة، للضروريات والكماليات وكماليات الكماليات، حتى عندنا يعني شيء من الترف في بعض الحالات يعني.
نحن سنسمع منكم، أريد أن أسمع منكم اليوم من البنوك الحكومية والبنوك التجارية، أريد أن أسمع من الصرافين الكبار. الكريم موجود هو يشتي أسمع منكم، أسمع من الصرافين الآخرين، من المحضار، من العمقي، من التضامن، القطيبي، يشتي أسمع منكم كلكم. أنا ما أذكر الأسماء كلها، ما أعرف، لكن هذه الأسماء اللي عرفتها الآن. يشتي أسمع منكم ما هي المشكلات، يعني كيف تنظرون أنتم لارتفاع سعر الريال؟ هل لدينا أخطاء؟ قولوا لنا، صارحونا بها، وإذا الأخطاء موجودة عندكم وفي التعامل معكم صحوها أنتم. يجب أن تساعدوا على استقرار العملة، ما تضاربوش في العملة. الذين ضاربوا يتحملوا مسؤولية مضاربتهم، لكننا كما عبد السلام نحن سنعطي يعني شوية مرونة من شان يعد الوضع. يمكن عبد السلام اشترى كميات كبيرة وغارق بهذا الحين كالعادة، غارق. على أي حال، على أي حال، علينا أن نحافظ على القانون جميعا. صدقوني القانون هو حماية لكم، للقطاع الخاص وللمواطن وللدولة، ومجرد بس ما نتعامل بثقافة القانون وباحترام القانون وبالالتزام القانون، هذا يمثل وعي مختلف عن السائد من الفوضى، من النهب، من السرقة. أنتم تشكون من الفوضى ساعات، بس إذا بدأت أنت بها بخرق القانون أنت تساهم فيها بشكل أو بآخر، وإن كانك غير ملحوظ، لكن في النهاية هو خرق القانون. تتراكم الأخطاء القانونية وتنتج ثقافة سيئة للمجتمع، وتنتج ثقافة سيئة للدولة، وتؤدي إلى اهتزاز الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية جميعا. لهذا أقول علينا أن نحافظ على القانون بقدر الذي نستطيع. علينا أن نحمي شراكة، في شراكة تكونت خلال 20 سنة الماضية، بمزيد من القوانين، بمزيد من الأنظمة. نحن يقال دائما عندنا قوانين جيدة، عندنا قوانين جيدة لكننا سيئين في تطبيقها. طيب إذا عندنا قوانين جيدة وسيئين في تطبيقها، فعلينا أن نعدل من سلوكنا لكي يتوافق هذا السلوك مع القوانين. حينها سيصلح حال المجتمع، وسيصلح حال الاقتصاد في بلدنا والمال والتجارة. حافظوا على هذه الشراكة التي أقيمت وفق القانون، حافظوا عليها بقدر ما تستطيعون، بل طوروها. إن كان لديكم مقترحات لتطوير هذه الشراكة لا تبخلون، عقدوا ندوات مع البنك المركزي ومع البنوك التجارية، مع الاقتصاديين زي الأستاذ خالد عبد الواحد، هو رجل عاش معنا فترات طويلة، عنده خبرة فيها كلها، في قيادة الدولة وفي التجارة وفي المال يعني. فعقدوا مثل هذه الندوات، وإذا لزم الأمر أن نغير بعض القوانين أو نصدر إجراءات من قبل الحكومة نحن سنكون جاهزين. بس مرة أخرى، احموا القوانين واحموا الشراكة. الشيء الثاني، احرصوا على الناس، لأنه حماية المواطن هي حماية لكم. إذا اضطربت أوضاع الناس، شوفوا الاضطرابات السياسية تأتي، اضطرابات الأمنية تأتي، تزداد السرقات، تزداد الفوضى. لا تخلوا الأمور تمشي إلى الأسوأ، خلوا شوي للوعي، مش فقط للربح، خلوا شوي للوعي، وعي باليمن، الوعي بالمواطنة، الوعي بالمصلحة العامة، الوعي بالناس البسطاء المساكين الذين لا يستطيعون أن يتحملوا هذه المضاربات كلها، ويروحون يعني بسبب هذه المضاربات يتحملون أعباء كبيرة في حياتهم اليومية. لا تبالغوا في الأسعار، وإذا لاحظتم اضطرابا في الأسعار، أنا أكلف البنك المركزي يعقد معكم اجتماعات متواصلة ولو حتى أسبوعيا، لابد معالجة أسبابها، مش نقف أمامها متفرجين، أو نبحث عن وسائل أخرى للتغلب على مشاكلنا. ما هو حل أنك تذهب للمضاربة إلى النهاية. الحل أنك تبحث عن أسباب ارتفاع الدولار قياسا بالريال اليمني، ولا تفرغون شركات من البنوك أو اليوم رجاء وبكرة قانون. شوفوا، أنا أقول لكم اللحظة هذه رجاء وبكرة هو القانون. لا تفرغون شركات بالدولار أو بالريال اليمني وتتحمل المناطق المحررة عبء هذه الفوضى، عبء هذه المعاملة غير النزيهة. نحن في حرب، وللأسف هم من بدأ بحجب هذه الأموال على المناطق المحررة. شوفوا 18 شركة من ضمنهم الذكور الكريمي والتضامن والبنك التسليف الزراعي موقعين على محضر معي، فيه التزامات جيدة. للما هناك يلتزموا وهنا يشتي يعمل فوضى. ماشي، لا يا لا، والنبي العيساي، لا يا العيساي، الريال اليمني حق لنا حمايته جميعا. الإجراء الصحيح هناك أنا بدعمه، حتى لو افتكرته جاء من العدو،
حتى لو تصورته انه جاء من العدو، لكنه يحمي الريال اليمني انا بحميه، انا بقبله. اما اننا نعطي للعدو فرصه للمزيد من الحرب، لاستمرار الحرب، لدعم المجهود الحربي لمحاربتنا، لا والله. لا تفهموا، لا تفرقوا بين حمايه الريال والمواطن، حمايه الريال اليمني، وبين دعم المجهود الحربي. ما سيذهب من دولار الان من ريالات يمنيه في غير محلي بدون قنوات رسميه، انا اقول لكم هو دعم للمجهود الحربي، للحرب علينا، علينا في كل مناطق اليمن. اخيرا نحن نقول لكم سنحمي الانظمه والقوانين التي انتم تعملون الان وفقها، لن نتجاوزها ولن نسمح بتجاوزها. ساعدونا على ان تمضي البلاد نحو الافضل، ان تتعافى سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وماليا ومصرفيا. ساعدونا لكي نمضي نحو ظروف افضل في المستقبل. لا يمكن للعاصمه عدن الا ان تكون عاصمه، ونخلص من كل شيء. على كل حال انا ارجو لكم التوفيق، بلغوا زملائكم الذين لم ياتوا، الشركات التي لم تاتي، البنوك التي لم تحضر، ان اليوم مختلف عن بكره. وشكرا والسلام عليكم. ليصلك كل جديد قم بالاشتراك في قناة راديو وتلفزيون يمن شباب على موقع يوتيوب، واضغط الجرس ليصلك الإشعار.